عليك انت يا منى، انا هروح افتح الباب. ماشي يا عمر. ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. ايه خير؟ خير، في حاجه يا فندم ولا ايه؟ خير. ازاي حضرتك؟ حضرتك استاذ عمر مش كده؟ ايوه ايوه يا فندم مظبوط. والله احنا كنا جايين نسال عن بنت حضرتك طمطم. نعم، مين؟ طمطم؟ طمطم بنتي انا؟ ايوه، احنا كنا عايزينها في المكتب يا فندم. عايزين بنتي انا يا فندم في المكتب؟ انت عارف يا فندم طمطم دي عندها كام سنه؟ يا ريت حضرتك تستدعيها وتنورنا في المكتب عشان عايزينها. طب فهمني يا فندم في ايه؟ طمطم دي لسه قالها على البامبرز السنه اللي فاتت. لما تيجي ان شاء الله رئيس المباحث هيفهمك. امر لله. الشرطه جايه عاوزه طمطم يا منى، انا مش عارف اتصرف ازاي. وطمطم، يا طمطم عملت حاجه يا بنتي ولا ايه؟ حاجه ايه يا عمر؟ انا مش فاهمه اي حاجه خالص. طمطم ايه اللي عايزينها دي؟ دي لسه بنت صغيره، ما قلتلهمش ان هي طفله ولا ايه؟ قلت لهم بس برضو قالوا لازم تشرفنا في المكتب. ناديلها بسرعه بس ما تقوليلهاش حاجه، اقول لها ان احنا رايحين يعني هفسحها شويه. حاضر حاضر، امر لله. الله، انا اول مره اشوف الاسم الكبير ده يا بابا. تعالي بس يا طمطم يا بنتي، تعالي ما نشوف في ايه، ايه الاخبار وايه اللي حصل، انت عملتي ايه بس بالظبط؟ انا هو في ايه يا بابا؟ لا لا مفيش حاجه يا حبيبتي، مفيش حاجه، ما تاخديش في بالك انت. تعالي بس عشان نشوف عمو اللي قلتلك عليه، هو واحد صاحبي وعاوز ازوره. طب يلا يا بابا بقى، عايز اتفرج. تعالي تعالي. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل اتفضل. احنا جالنا استدعاء من الاسم يا فندم لبنتي طمطم الصغيره، وانا مش عارف بصراحه انتوا مستدعينها ليه. خير في ايه؟ هي دي طمطم؟ ايوه يا فندم هي دي طمطم. يا خبر. تعالي تعالي يا اموره تعالي. الله، ازيك يا عم الضابط، انا طمطم. اهلا اهلا يا كتكوتة. تعالي بقى يا ستي، انتي كنتي في الشارع امبارح الساعة 6 بالليل كده رايحة مشوار ولا كنت فين؟ ايوه ايوه كنت بجيب حاجات لماما من السوبر ماركت. هو في حاجة يا عمو؟ ما لاحظتيش اي حاجة في الشارع كده يا طمطومة؟ يعني حد خبط حد كده، حد عمل حاجة في حد، ما شفتيش اي حاجة وانتي مروحة يا حبيبتي؟ ايوه ايوه، ده كان في زحمة كتير قوي، عمو خبط واحد بالعربية وطلع يجري على طول، والناس زعلت قوي عشان عمو اللي وقع في الارض. طب انتي ما خدتيش بالك من رقم العربية دي يا حبيبتي او لونها او اي حاجة في العربية؟ ايوه ايوه، العربية دي كان لونها ازرق وكانت عربية جميلة قوي، او كان كمان رقمها، كان رقمها مش فاكرة بقى، مش فاكرة. تمام يا حبيبتي تمام. طب انتي لو شفتي العربية دي تعرفيها؟ ايوه بتهيألي اعرفها، اصل انا شفتها امبارح. طيب يا حبيبتي احنا هنوريكي كام عربية وتقولي لنا هي انهي عربية فيهم، ممكن؟ ايوه ايوه ممكن طبعا يا عمو. بقى هو الموضوع كده يا فندم، انا فهمت دلوقتي. ايوه ايوه. طيب يا طمطم يا بنتي، يا رب تقدري تتعرفي على العربية اللي بيقولوا عليها دي وتساعديهم. ما تخافش يا بابا، انا شطورة. ازيك يا استاذ عمر؟ ازيك يا فندم، ازيك حضرتك عامل ايه؟ انا بخير تمام والله. هي طمطومة هي اللي شافت العربية ولا ايه؟ ايوه ايوه يا فندم هي اللي شافت العربية، انا حتى ما كنتش اعرف حاجة خالص عن الموضوع ده. ايوه يا عمو انا شفتها، بس انا مش شفتهاش من وشها كده، انا شفتها من ظهرها. انتوا حاطين لي العربيات بوشها وانا مش هعرفها كده. لا يا حبيبتي لا، احنا هنلف دلوقتي وهنجيبها من ظهرها، بس انتي بصي كويس بس. ايوه اديني هناك كده يا عمو. تعالي معايا يا اموره تعالي. ايوه كده، انا شفتها من ظهرها كده. مش هي دي؟ ما كانتش ضخمه قوي كده. ولا دي كمان؟ ايوه هي دي يا عمو، هي العربيه دي. تمام تمام. متاكده يا طماطم؟ ايوه ايوه متاكده طبعا، هو ده لونها، وعمو كان حاطط الاستيكر ده عليها. استيكر؟ ماشي يا حبيبتي، يلا يلا تعالي نروح لبابا. لقيتها يا بابا لقيتها. برافو عليكي يا طمطم، انا قلت كده، طمطم بنتي شاطره. انا شطوره يا بابا شطوره، ولقيت العربيه. اوعي تكوني ظلمتي حد يا طماطم واشتبه عليكي الامر وشبهتي على العربيه، بس لازم تكوني متاكده. يعني ايه اشتبه دي يا بابا؟ يعني تكوني شفتي واحده شبهها مثلا. لا لا والله، هو عمو كان حاطط عليها ستيكر. طب حلو قوي قوي ان انت معلماها بعلامه، كويس قوي كده اطمني. تمام تمام يا استاذ عمر، ربنا يخليها لك. الله يخليك يا فندم. الولد اللي اتخبط ده في الشارع حالته صعبه قوي. يا خبر ابيض، يا ربي ربنا يطمن اهله عليه يا فندم، دي حاجه صعبه جدا. يا حرام، لا خلاص احنا هنمسك عمو المجرم اللي خبطه وطلع يجري. بقول لحضرتك ايه يا فندم، ممكن تقول لي هو في انهي مستشفى علشان حابب اروح ازوره انا وطماطم بنتي؟ هو هنا في المستشفى اللي تبع الكومباوند هنا، تقدروا تروحوا تشوفوه. اه طيب شكرا شكرا. طب احنا نقدر نستأذن دلوقتي يا فندم بقى؟ ايوه يا فندم تقدروا، مع السلامه. متشكرين قوي قوي. ودي كانت لعبتنا النهارده يا اصحابي، اتمنى ان هي تكون عجبتكم.
ما تنسوش تكتبوا لنا في التعليقات اكتر شخصيه حبيتوها، وتعملوا لنا شير ولايك للفيديو، وما تنسوش كمان تتفرجوا على كل فيديوهاتنا اللي فاتت هتعجبكم خالص. ولكل اصحابنا اللي بيشوفونا لاول مره ما تنسوش تضغطوا على زرار الاشتراك الاحمر اللي تحت الفيديو، وكمان تفعلوا علامه الجرس عشان يوصلكوا كل العابنا الجديده اللي بنقدمها لكم كل يوم. واستنونا بكره يا اصحابي مع لعبه جديده وفيديو جديد من قناتكم الجميله قناه العابي. باي باي يا اصحابي.